السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نبداو في اندونيسيا. كما شفتوا في الفلوغ اللي فات كنا وصلنا لواحد المدينه سميتها سانور، احنا مازالين فيها. هاد المدينه خديناها غير باش نسترحوا وموراها غادي نكملوا باذن الله. الطريقه ديال السفر في بالي، كرينا موتور كرينا ب 25 درهم النهار، كريناه لمده ديال 10 ايام، لان بالي راه واحد الجزيره كبيره بزاف. يعني غادي نسافروا في الجزيره هذه، غادي نسافروا بموتور ان شاء الله. موتور كما قلت تكرب 25 درهم النهار لمده ديال 10 ايام، وان شاء الله غادي نتوكلوا على الله. غادي نشوفوا دوله جديده، لغه جديده، ثقافه جديده، ومناظر طبيعيه جديده، ونشوفوا ونتاملوا العظمه ديال الخالق باذن الله. نتوكلوا على الله. دابا غادي نغادروا هذه البلاصه هذه اللي جالسين فيها. ها هي جالسين في هذه البلاصه هذه. حنا يلاه فطرنا وتقادينا، شنو غادي ناكلو ونتوكلوا على الله باذن الله. بعد هذه البلاصه هذه راه شادينا غير شادينها ب 100 درهم الليله، 10 اورو هذه البلاصه. ان شاء الله غادي نتحركوا دابا باذن الله. حتى يقول دابا غادي نديو غير ساك واحد، يعني غير باك باك واحد، ولا غادي نديو، لان يعني جينا نديو جوج ما غاديش قدو في الموطور. مشينا بغينا نحطوه في هذا الريسيبسيوني، قلت لك تخلص عليه 10000 روبيا النهار. يعني هنايا قلنا حنا راه غادي نرجعوا هنايا وغادي نجلسوا هنا ضروري، غادي نزيد واحد الليله ولا يومين ملي غادي نكون غادي نخويو بالي. قلت لك لا تخلص 10000. شديتو شديتو المول الموتور اللي كاين عنده ونمشيو ان شاء الله. نيكلار Are you ready for takeoff? Yeah. Are you? احنا وصلنا لأبود. هاد البلاصه هادي السميه ديال أبود قريبه كما قلت هاد الجزيره، راه كلشي قريب من بعضياته، يعني دير عليها التور ما كاملش شي ساعه باش السايكل. احنا دابا وصلنا ليها وغادي نمشيو نقلبو فيه ان شاء الله. وصلنا لهاد البلاصه هادي مخلصين فيها 70 درهم بجوج بينا، يعني 35 درهم الواحد. هانت هي هادي جالسين هنا في هاد القنت هذا هنايا جالسين في هاد البلاصة. شوف الدنيا كي دايرة. هانت هادي ديال الناموس. خمسة وثلاثين درهم للبيرسون بجوج بينا 70 درهم. وعندك هاد الجردة هادي، هادشي هادي اللي تعجبت فيه في آسيا بزاف، وهو الأثمنة ديال الأكمنديشن، يعني اللي بغيتي السكنة. الأثمنة رخاص بزاف، راه كيما شفتو في الفلوقات اللي فاتو في كمبوديا كنتي كتاخد بخمسة دولار، تاخد بستة دولار، سبعة دولار. إلا جيتي تقارنها بالمغرب راه كاين واحد الفرق كبير. انا مازال عاقل في الشاون، خدينا واحد البيت ب 150 درهم، النقاصه ديال الضو ما فيهاش باش تشارجي البورطابل ديالك ولا شي حاجه، خصك ديه للريسيبسيون هو يشارجي لك باش ما تضيعش الضو. وفيه الطواليت مشروكه. هاد البلاصه هادي اللي جالسين فيها سميتها الهوم ستاي. شنو الفرق بين الهوم ستاي والهوتيل وهوستل؟ هوم ستاي كاينه في اندونيسيا، كتجي كتجلس مع شي اسره اندونيسيه، تجلس معاهم كتعلم شويه من التقاليد ديال البلاد، تتعلم شويه ديال الثقافه. هاد الاسره هادي كتبقى تعطيك الماكله وفي نفس الوقت تبقى تعلمك شي حاجه من الثقافه. عرفتي شحال جالسين هنايا الليله؟ البيرسون 35 درهم، بيرسون واحد 35 درهم. هادي هي الهوم ستاي، جالسين في هاد البلاصه هادي. هذا هو الفرق بين الهوم ستاي وبين الهوستل والهوتيل. الهوم ستاي تطلع احسن من الهوستل، لان بعض المرات الهوستل تلقى غير الناس الاجانب. هذا صوت ديال شي حاجه ما عرفت ديالي، تكون غير مع الاجانب.
ولكن هنا مع الهوم ستي تتقلق مع اللوكال بيبل وتتشوفهم كبير. ان شاء الله دابا غادي نمشيو نكتشفوا الأبود نشوفوا شنو فيها ونمشيو مجموعين باذن الله. هذا واحد الفيلاج وصلنا ليه دابا بحال تكون غير عروبيه وصافي. ها هو هنايا المهم باش نشرح لك هادي اللي تتشوف قبل ما نوصلوا. احنا وصلنا لبالي وصلنا ليه نهار الجمعه بالليل ونهار ثلاث كان عندهم واحد الهندو فيستيفال الهندو كانت عندهم الهندو نيو يير يعني السنه ديال الهندو فهاد السنة ديال الهندو تيبقاو يديرو هاد التقاليد هادو راه مازالين مبنيين من نهار الثلاث. الناس يبقاو يجلسو هنايا تيتسمى واحد سايلنس داي يعني يوم الصمت حتى واحد ما تيهضرو على المدة ديال 24 ساعة تبقى كلشي ساكت كلشي تيفكر في النفس ديالو بحال قلتي تياخد واحد الجزء من في النهار تياخدو 24 ساعة فهاد العام هذا تيبقاو يفكرو في الحياة ديالهم شنو دارو في السنوات المقبلة وداكشي. حنا ما حضرناليش للأسف تكونوا الطرقان خاوين تكونوا الناس غير جالسين في الصمت تيتسمى السايلنس داي يوم الصمت تيتسمى في الهندو نيو يير. دابا هادشي راه مازال من نهار الثلاث شي شويه بالتقاليد ديالهم. ها هو راه كاين هنا في الشارع كامل ها انت كما كتشوف هذا الشيء المعبد ديالهم هنايا خصني نبقى نهضر بشويه لان تحتار انت شوف غير الصمت اللي كاين انا هو الوحيد وقال لي من اول الصداع دابا شنو اللي تيعجبك في بالي هو زاد تشوف الناس مازالين محافظين على الثقافه ديالهم والتقاليد ديالهم حتى من اللباس التقليدي ديالهم مازالين محافظين عليه. والنسبه اللي كاينه هنايا في بالي اكثر السكان ديالها هندو الديانه ديالهم يعني ماشي مسلمين قليل فين كاين المسلمين. اندونيسيا بصفه عامه هي الدوله اللي فيها المسلمين اكثر ولكن بالي ديك الجزيره ديال بالي فيها الناس هندو بزاف زاد الكاوم ومحافظين على الثقافة ديالهم التقاليد ديالهم وكل دار كتلقى فيها معبد دايرين المعبد ديالهم باش يصليو فيه تعبدوا فيه الإله ديالهم دايرينو هنا. وفي اندونيسيا فيها 17000 جزيرة 1700 17000 جزيرة عليها الناس ملي كيجيو لهنايا تبقاو تمشيو في واحد النمط سريع باش يشوفوا هاد الاندونيسيا كثيرة ولكن كما تيقولوا بزاف ديال الناس راه ما غاديش تحقق ما غاديش يمكن لك تشوف كلشي في اندونيسيا في مده ديال 30 يوم اللي تعطوك في الفيزا فابور. ضروري خصك تزيد في الفيزا ولا شي نهار ترجع. حنايا عندنا هاد المده ديال 28 يوم غادي نشوفوا فيها اللي قدينا باذن الله ونكتشفوا ونشوفوا هاد الجمال ديال هاد الدوله هادي. هذا واحد المعبد هنايا تيتسمى تيعطيو الاوفرين يعني فلوس ماكله لباس بقاو يعطيو هاد المعبد هذا. احنا غادي ندخلو نتمنى ندخل لداخل ونشوف كل شيء. ديك السله اللي هازي ما فيها فلوس اللي فيها ماكله الا بغيت ندخل لداخل خصني نلبس شي لباس تقليدي. ربما يكون الفيديو مظلم لان الجو شويه مشيت لهيه يعني خصني نلبس التقليد ديالهم عاد باش ندخل للمعبد ولكن غادي نتمحض عليه ونشوف. Excuse me. Do you speak English? Okay, thank you. It's not that old, I'm not that old.
بغيت ندخل لهاد المعبد هذا، ولكن الحوايج ما عنديش. خصك تلبس بحال هاد اللباس هذا اللي لابس هذاك السيد. How does it look? You look amazing. Echt? Yeah. Oh, mooi. هنا لقينا الحوايج اللي غادي ندخلو بيهم. هلو كان هذا هو التيمبو اللي شفنا، وراك شفتي من الداخل كدير هذاك الموسيقى، وهذوك الناس هذوك الدراري تبقاو يشطحوا تبقاو تابعين بهذيك الانغام ديال هذاك طون. اي دون نو، ما عرفتش شنو تيقولوا السميه ديال هذيك الانسترومنت. اليوم كان عنده بحال هكتي واحد السيرموني تيدير فيه الخطاب ديالو، هذاك بحال تنقولوا حنايا الامام ديالهم ولا الفقيه ديالهم، تيدير واحد تيخطبوا وتقدموا الاوفرز، يعني داكشي اللي شفتي كاين في السله تيبقاو يعطيو للناس اللي خدامين تما فلوس ماكله حوايج تعطيو الاوفرز. وخاصك تلبس واحد اللباس هذاك اللي كنت لابس، خاصك ضروري تلبسو باش تدخل للمعبد، الا ما كنتيش لابسو ممنوع، راك ما غاديش تدخل للمعبد. هذا شنو واحد الجزء من الثقافه ديال الهندو اللي كاينه هنايا في بالي، كان هذه واحد منها احنا شفناها اليوم. هاد البلاصه هذه سميتها الرايس فيلد، في كاين الحقول ديال الارز كاينين في هاد البلاصه هادي، ولكن الا بغيتي تصيفط ليهم من تحت خصك تخلص، لان كلشي هنايا بالفلوس. بغيتي تصيفط ليهم من تحت راه تخلص، حنايا ما غاديش نهبطو، لان الا باش تجي تبقى تخلص كل مره على الانترنس ديال شي حاجه راه الفلوس غادا طير. المهم حنايا عندنا هاد المنظر هذا من هنايا، ونشوفو نشوف كي داير. ها هما هادو هيو بالي. شوف فازك كامل، دابا بدات تصب، شدتني الشوكت في الموطور، عاد فازك كامل دوشت وساليت والشا مازالت تصب. يعني الشا ملي تسكت تصب راه ضروري غادي تبقى مريحة، تبقى مريحة في هاد الهومستي هذا. غادي نختم الفلوغ دابا،
حيت ما غاديش نخرج على برا. نتمنى تكونوا شفتوا شي حاجه من بالي كما شفتوا داك المعبد وشفتوا السنه ديالهم هنايا. نتمنى تكونوا استفدتوا من شي حاجه. شريت واحد الحاجه من هنايا بالي، يلا شريتها، كنت ناوي نشريها من الهند ولكن في الهند كانت غاليه بزاف. ديت جريدو في هاد العيب هادي ميوزيك انسترومنت، يعني واحد الاله موسيقيه، يعني خديتها سميتها ديت جريدو. ان شاء الله نحاول نتعلم ليها. شكرا لكم بزاف، شكرا على المشاهده، على التعليقات ديالكم، على المشاهده ديالكم، ونتمنى نكون تنفيدكم وتعرفوا شي حاجه وتاخذوا واحد الفكره على البلدان الاسيويه. شكرا لكم بزاف، شكرا لكم، السلام عليكم، ونتشوفوا في الفلوق الجاي.